منذ الصغر اهتماما بالعلم، وحصل لاحقا على العديد من الشهادات الفخرية والجوائز الأكاديمية، منها الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، الدكتوراه الفخرية في الآداب تقديرا من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، الدكتوراه الفخرية من الجامعة الملية الإسلامية في دلهي تقديرا لجهوده الإنسانية الخيرية والتزامه بدعم التعليم، الدكتوراه الفخرية في الحقوق من جامعة واسيدا اليابانية تقديرا لسماته البارزة في المملكة والعالم، وسام كانت من أكاديمية برلين براندنبورغ للعلوم والعلوم الإنسانية تقديرا لمساهماته العلمية. تولى خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز مناصب عديدة مهمة في المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها تولى منصب أمير منطقة الرياض إحدى أكبر مناطق السعودية في المساحة والسكان، حيث تم تعيينه أميرا لمنطقة الرياض وحاكما لمنطقة الرياض وأميرا عليها برتبة وزير، وذلك بتاريخ 25 شعبان 1374 هجرية موافق 18 أبريل 1955 ميلادية. واستمر أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 5 عقود، أشرف خلالها على عمليات تحول المنطقة من بلدة متوسطة الحجم يسكنها حوالي 200,000 نسمة إلى إحدى أسرع العواصم نموا في العاصمة في العالم العربي اليوم، حيث تحتضن أكثر من 5 ملايين نسمة. في نوفمبر 2011 عين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان آل سعود وزيرا للدفاع في المملكة العربية السعودية والتي تشمل القوات البرية والجوية البحرية والدفاع الجوي. واعتبارا من 1956 تولى الملك سلمان رئاسة مجلس إدارة العديد من اللجان الإنسانية والخدماتية التي تولت مسؤولية أعمال الدعم والإغاثة في العديد من المناطق المنكوبة حول العالم. وأيضا وقد نال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على جهوده الإنسانية هذه العديد من الأوسمة والميداليات من دول عدة، بينها البحرين والبوسنة والهرسك وفرنسا والمغرب وفلسطين والفلبين والسنغال والأمم المتحدة واليمن، ومن بينها أيضا وسام بمناسبة مرور 2000 عام على إنشاء مدينة باريس، وقلده الرئيس جاك شيراك في باريس 1985 ميلادية. أيضا وقد قلد من قبل خادم الحرمين من قبل الملك المغربي الحسن الثاني في دار البيضاء أيضا على وسام الكفاءة الفكرية، كما أيضا بسبب شجاعته وخدمته للشعب الفلسطيني أيضا نال وسام نجمة القدس. وأيضا يحمل خادم الحرمين الشريفين أيضا على وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى، والذي يعد أعلى وسام في المملكة العربية السعودية. وتمت مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان آل سعود حفظه الله ملكا المملكة العربية السعودية في 3 ربيع الثاني 1436 هجرية، وكان الملك سلمان قد قضى أكثر من 2.5 عامين وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء إثر تعيينه في 18 يونيو 2012 بأمر ملكي. والآن تقديرا لجهود الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك السعودية في إطار تعزيز العلاقات الصداقة بين المملكة والجمهورية التركية والسعي على التقريب بين الشعبين الشقيقين، قرر مجلس الوزراء منح جلالته وسام الجمهورية التركية بناء على المادة 3 لقانون الأوسمة والميداليات رقم 2933، وذلك في تاريخ 6 أبريل 2016. والآن أدعو سيادة الرئيس رجب طيب أردوغان للمنصة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الكرام، أحباؤنا المحترمون، إنني أحييكم بكل أصدقائي الأعزاء، أحييكم من أعماق قلبي. السلام عليكم
ve rahmetullahi ve berekatuhu. Programımızı teşrifleriniz için أشكركم على تشريفنا في هذا البرنامج ونحن اليوم هنا نستقبل أخي العزيز وصديقي الغالي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونقدم له وسام الدولة وسام الدولة يقدم أو هو الوسام الأعلى الذي نقدمه لزعماء الدول الصديقة والشقيقة وذلك من أجل الدور الذي قام به وتقديرا له على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات بين البلدين. صديقي وأخي العزيز، إنكم عملتم منذ توليكم الملك في المملكة العربية السعودية، عملتم لتحقيق الكثير من أجل تعزيز الصداقة والأخوة بين شعبي البلدين. إن منطقتنا تواجه مشاكل كبرى، وأنتم بفضل درايتكم وفراستكم ساهمتم من أجل تأمين الأمن والاستقرار لهذه المنطقة، ولذلك فإن كل التقدير، وإن تركيا والمملكة العربية السعودية الآن يمكن لهم الارتقاء بالعلاقات بينهما إلى أعلى المستويات تحت حكمتكم وقيادتكم الحكيمة، وخلال المرحلة القادمة نود اتخاذ خطوات عملية ملموسة من شأنها أن تقوم بتكريس العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. ولا شك أن هذه الزيارة التاريخية التي تقومون بها تعتبر رسالة قوية وذات معنى كبير جدا لمدى العلاقات بين بلدينا الشقيقين، ونحن سعداء جدا بأن نقدم إليكم وسام الجمهورية التركية الذي يعتبر أيضا ما يعكس علاقتنا وأخوتنا فيما بيننا. أيها الضيوف الكرام، إن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيمنح الآن وسام الجمهورية التركية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ضيوفنا الكرام، والآن سيلقي خادم الحرمين الشريفين كلمة عليكم. فخامة الرئيس العزيز أخي رجب طيب أردوغان، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أعبر عن شكري وتقديري لتقليدي هذا الوسام الكبير الذي أعتبره ليس تكريم لي فقط، لكن للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. إن هذا التكريم يجسد عمق العلاقات والصداقة بين بلدينا وفي أساسها دين الإسلام الحنيف. وشكرا. Değerli konuklar, törenimiz burada sona ermiştir. Duyufunel kiram, intihal marasim huna.